أحييكم بأجمل تحية مسائية في ختام تمهيدي المرموم مع انطلاقة شوطنا الرابع، وهو الشوط الخاص باللقاي الجعدان بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسيارة الرابعة في هذا المساء. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وزعفران اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يقود بهذا الانطلاق سعيد بن عبيد الحميري، يلي مع المركز الثاني ياتي شاهين بالشعار هجر العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرى الشعالي يتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان نهيان الصادق فضل الأمين بالمتابعة والانطلاق، وعلى مستوى المركز الرابع يتقدم الظبي من هجن الظبي وبقيادة المضمر محمد بن حمد بن رغش الوهيبي. ننطلق مع المركز الخامس والقدوم مع مخاصم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن سعيد بن منانة في متابعة مخاصم مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات يتسلل شاهين مع المركز السادس التابع لهجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد، بينما انطلقنا مع المركز السابع نتابع هملول مع المركز السابع بالشعار هجن سيح السلم ومتابعة سعيد بن محمد بن مروشد. من يعلن هذا الانطلاق؟ هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة بهذا الشوط وبهذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز. غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات، انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط والأمتار تتناقص مترا تلو الآخر في هذا الرقص المسائي الجميل. ومع هذه التحديات الرائعة ومع هذا السن، سن اللقاية، زعفران على الصدارة، زعفران على مقدمة هذا الشوط من البداية بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعته، وتقدم سعيد بن عبيد الحمير. وصل، وصل شاهين، وصل شاهين بشعار هجن العاصفة، يتقدم يتسلل مع المركز الثاني، يقود بهذا الانطلاق غياث الهلالي. شاهين الآخر مع المركز الثالث لهجن زعبيل وقيادة راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الرابع يتقدم الظبي من هجن الظبي انطلاقة محمد بن حمد بن رغش الوهيبي. هملول يتسلل مع المركز الخامس من هجن سيح السلم سعيد بن محمد بن مروشد في عملية تضميره وتدريبه. ومع المركز السادس ياتي مخاصم، ياتي مخاصم مع المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتقدم سالم بن سعيد بن منانة المتحدي متابعا لانطلاقة مخاصم ولوحة الكيلو المتر الأخير. غادرناها، غادرناها بهذا الرقص، بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ما شاء الله تبارك الله، بعد المغادرة، بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير انطلق شاهين، باعد باعد المسافة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. أشكرك المتألق مع هذا الانطلاق المتميز ومع هذه العروض المثيرة اللي قدمها شاهين. ما شاء الله تبارك الله. اذكر الله يا مشاهدين، يا متابعين، مع هذه العروض الجميلة ومع هذا الانفراد ومع هذا التألق في هذه الأمسية ختامي تمهيدي المرموم. وأرهني شاهين ينفرد انفراد كلي بصدارة هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لهجن زعبيل ولمالك هجن زعبيل سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. تهانينا، تهانينا للمتألق، وأشكرك على هذا التألق وهذا الإبداع. مشكور يا أبو محمد مع هذه الانطلاقة ومع هذا الانفراد اللي قدم شاهين بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، يصل إلى خط النهاية. سلام، سلام، سلام لهجن زعبيل ولهذا الانطلاق المتميز اللي قدم شاهين. انفرد انفراد كلي بناموس هذا الشهر.
الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، ياتي هملول او شاهين من هجن العاصمه، المركز الثالث هملول من هجن سيح السلم، المركز الرابع ياتي زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس الظبي من هجن الظبي. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. يأتي شاهين بتوقيت زمني مقداره مشاهدينا متابعينا الكرام 5 دقائق 52 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مروشد، والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا التوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء مع شاهين. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بمروشد مع التوقيت الأفضل والأجمل في مسافة ورحلة 4 كيلومترات 6 دقائق 4 ثواني جزء واحد من الثانية هو توقيت شاهين. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني الثالث هملول ياتي بتوقيت زمني مقدار 6 دقائق 4 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلم، تهانينا لسعيد بن محمد بمروشد، تهانينا للجميع والناموس.